طبعا الأمة اللي ما إلها ماضي لا إلها لا حاضر ولا مستقبل، هذا تاريخ، تاريخ عريق، واشتركت به نجوم قامات عراقية، اشترك به جمولي، واشترك به عبد كاظم، واشترك به هشام عطا عجاج اللي لا يزال موجود، هذا تاريخ والتاريخ ما ينسي. هاي ألقاب لازم ترجع إلى أهلها، لازم ترجع إلى أهلها. يعني شرطة من دزوب ال 71 بطل دوري، شلون ما مسجل بالاتحاد الآسيوي؟ شلون استدعوه؟ ان شاء الله. اولا نرحب بكم قناه الرشيد والاستاذ ماهر والاخوان خلف الكواليس. يعني هو الحق ما يروح، الحق يعني يقول لك اي مطالب حق ما يروح. احنا حقنا يمكن يعني انا اتصور الاتحاد ما يعني ما يبخس حق احد، والاتحاد احنا نوصل رساله قويه، نقول لهم يا اخوان انتم اصدقاء واحبه ومسؤولين على اشراف كره القدم وعلى اشراف الاتحادات كلها، نطالب واحنا نطالب يعني اذا شيء عندكم مثلا غير قانوني او شيء يمسكم يمس كرامه الاتحاد مثلا بها مبالغ يعني راح تخشرون علينا، احنا مستعدين. مثلا احنا شغله نريد شغله قانونيه حق، والحق لازم يقال، واللي يعني ما يحكي الحق شيطان اخرس. اولا انا ما اقول مجانين القيثاره، اقول عقلاء القيثاره ان شاء الله، وايضا عقلاء القوه الجويه. رسالتكم كشباب، كشباب ممكن مو يعني ما واعين على هواي من الالقاب، رسالتكم شنو؟ والله تحياتي لك وتحياتي للاتحاد العراقي، نطالب من الاتحاد العراقي ان يعيد هاي الالقاب ويعيد الكره العراقيه. اليوم احنا اذا نريد نطي جماليه للكره العراقيه لازم نعيد الالقاب حتى تصير 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 تاريخ حلو، ترجع الالقاب حلوه على مود بعض الانديه وبعض الدول البرة، الانديه الباقيه البرة. شو تفكر؟ تفكر اكو دوري حلو، اكو طعم دوري حلو. رساله خاصه للاستاذ مؤيد البدري، طبعا هنا مثل ما يقول هي الموضوع هناك مؤيد البدري، بتاريخك بتاريخك نحلفك منو عزيز قلبك، انت ريدك انت شاهد على هالقضيه، خلي اسمك مؤيد البدري، لان هسه اغلب الشباب قاعد يحكون على مؤيد البدري وقاعد يتجاوزون على مؤيد البدري، فالقضيه كلها محصوره يمك استاذ مؤيد، انت تاريخ، فلا تمحي تاريخك بهاي القضيه، هاي الشباب كلها قاعد كلها مراضيه عليك، من الاخير وطب على السوشيال ميديا وشوف التعليقات ايش يحكون على مؤيد البدري. اللي يحاول يقزم تاريخ الكره العراقيه هاي مؤامره على الكره العراقيه، ليش؟ الاتحاد السوري اول دوري الى عام 1966، الاتحاد البحريني اول دوري الى 71، الاتحاد اللبناني 1938. تجيني ان احنا للعراق اللي كانوا قدامنا فقط منتخب مصر عربيا، تجي تقول بال 74 75 نفتتح دوري اثنين، ان الشباب الموجودين وانا من ضمنهم ما لحقت، كنت اروح ملعب الكشافه اشوف تمثال وان اسال هذا منو، يقولوا لي جمولي، على الكلام هذا منو جمولي؟ منو عبد كاظم؟ منو شدراك يوسف؟ فهو الموضوع مو موضوع تظاهرة أو موضوع تجمع، الموضوع محاكم أو أدلة أو قضاء، ومو كل من جايب لي جريدتين على أنه هذا كان دوري بغداد. الآليات 71 صعد نهائي آسيا، المنتخب الوطني، زين هذا منين طلع هذا؟ يعني احنا كنا قاعدين بقهوة بالكسرة وطلعنا الآليات. هنطالب ونطالب بقوة، هسه صارنا نحكي بدبلوماسية، هسه الدبلوماسية حنعوف هذا صار، حنتاني قرار اتحاد كرة القدم. هم هسه مسؤولين عن الكره العراقيه، انتاني قرار الاتحاد، اذا قرار الاتحاد ما نصف الجويه والشرطه وباقي الانديه ها حيصير كلام ثاني، لان يعني هم المصلحه نطلع مظاهرات باب الاتحاد احتجاج، لان يعني هم هسه مصلحه واحده والمصلحه معروفه، اذا اللي يخاف ينطق هاي ما حقول لك اياها، المصلحه مصلحه نادي الزوراء فقط. بالنسبه يعني ان احنا ما عندنا غير بس المناشده، وما تعتبر مظاهره، هاي مناشده لها حقوق موجوده. ولكن ما يعترفون بها، ما اعرف ليش، في حاله ما يعترفون بها لعد نتائج المنتخب العراقي من الستينات والسبعينات ما يعترفون بها. انا واحد منخور على التاريخ. سؤال، انا اقول لك شنو؟ احنا اذا ماكو ما نجحت هاي المظاهرات وفشلت، قسوس هاي الكلام، اذا فشلت معناه لازم نلغي عمو بابا ومو ديفورتوس وبعد ماكو هاي اسماء. الغوها، اذا ايش؟ الغوا هاي الاسماء، الغوا عبد الكاظم، الغوا، اذا تقول لا موجوده رجع حقنا.